السلام عليكم اخوان واخوات متتبعين ومتتبعات ديالنا، مرحبا بكم معنا نصوح السبسطات. اليوم 28/5/2022 غنبداو اخوان بالخروف اللي ان شاء الله نحاولوا تابعين. نبداو مع ياسين نشوفوا شنو عاطين. ياسين كشيسنا الحليب. ياسين كشيسنا الحليب والعسل. ثمانة ياسين الشابت فين جملة 65 عاطين 65 2800 درهم. انتم مش حال قاطعين ميز وقلنا اللي مسوي معانا ما قطعناهاش ليهم غير كنا مسوي معانا 56 سمعناها الصباح ودابا اللي كاين راه هو مليح راه كاين لعيب راه هو وما تزوجش قلت له اللي حكى كاع ما يذاكر عليه كاع والله يسخر الله يسخر الله يجيب لكم التيسير تبارك الله. كاين ثنايا هنا ولا لا؟ كاين اثنين سنان الحليب ثنايا وسنان الحليب الثمن هذا واش مثبتين ياس؟ اخويا تا هما 56 قلنا 62 تا هما 56 نكذبوا عليك؟ لا ما تكذبش عليك. 56 قلنا لي 62 اثنين هذا اثنين اثنين كاين اثنين وكاين سنان الحليب عطاو 56 العيب راه والو راه كنقول لك العيب راه ما يدور 2800 خلي لنا الرقم التليفون ياس 06 66 58 58 08 24 24 نبغى سعيد ولا سعيد عيط لي ياسين رشيد بخير وعافاني غادي نجي عندك اجي عندي اجي عندي والله يسخر الله يسخر انا عندي مشاري بين ليا مرحبا زيو عندك مرحبا بك انتم المشاهدين دولي كدير سي محمد بخير الله يحفظك انا عارف انا مليح عنقرا حاجه زينه بابا تبارك الله كدير نستنى ما تنين يلا تنين هما كاملين اثنين بربعة كاملين اثنين دابا هادو حولة ديال العيادة هادو قالها في حولة ديال العيادة ديال العيادة في حولة كل شيء وكاين شي واحد ديال لانو هذا مطبوع ديال لانو كاو اش من نمرة هذا نمرة جوج نمرة جوج عطيني الثمن اللي مثبتين معاك نفس الصوت الثمن اللي مثبتين معانا هذا عطاونا فيه 110 احنا قلنا ليهم 120 هذا تا هو عطاونا فيه 112 قلنا لي تو 120 اخر ثمن 600 درهم يعني 6000 درهم للواحد كاين المليح وعاطينكم فيه شي حاجه في الدار ولا لا؟ كاين العطايه راه كيكونوا عندنا الناس في العيد كيجيو عندنا العياده راك عارف ضروري نشوفوا رشيد الدار ما تخواش الله يسهل عليكم احنا بغيناه ما تخواش رشيد بخير امور هانم الله يحفظك مزيان تبارك الله عليك ثنايا تا هما ثنايا صافي تنك ثمن رشيد هذا تا هما هذا كنطلبوا فيه 5000 كطلبوا اللي تبتوا معاكم في السوق اليوم اللي تبتوا فيه 90 90 4500 وهذا بحال هاك تا 4500 اللي متبتين تا هو الله يسخر اللي بغى الاخوان شي بحال ولا شي حاجه بغى مرحبا اثمن انتم الشواء عيطوا لخونا رشيد في النمره 06 97 97 81 81 90 90 96 90 96 الله يسخر يا رشيد الله يجيب لكم التيسير الله يسهل عليك ودي عبد الغني تبارك الله عليك الله يسهل على الجامع تبارك الله ما شاء الله املاح اللهم بارك كدير في السنة سداسيه سداسيه خوص ارقد ديال ما من هنا من نواحي 16 من ولاد سعيد مولاه مولاه من ولاد سعيد تبارك الله راسو لا ملاح الثمن اش مثبتين معاك الثمن اخويا 1,010,000 اللي عطاوني عطاوك 1,010,000 ايه احنا قلنا لهم 20 باقي ما قسمش 10,500 بحال 105 في الواحد 105 في الواحد اللي يقف حوله اللي يقف
يقول كل شيء، اللي يقول كل شيء فولا العيد يقول اي حاجه. ملاح هو الملكي كدير بخير امور هانيه تبارك الله قاباري وكل شيء امور هانيه الله يبارك فيك. مرحبا بك تبارك الله على خويا شد على الاخر تا ودوز من جهه اخرى وشد عليا هيا تبارك الله ما شاء الله تخلي لهم رقم تليفون يعودوا يتباعوا شي حاجه يبغي شي واحد 0628 55 55 37 37 51 51 اولادهم هادو تبارك الله يخرجوا ملاح اولادهم مغيزين اللي بغاهم مرحبا من نشدوا على هذا الشيء الله يسهل لك تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كدير السنه 40 عنده تبارك الله العين الاخرى فيها سكحوليه ولا ما فيها سموها في الصفات ولكن هذه تبارك الله زينه الراجل اش عندك قهوة ولا؟ اين وحده في الدار ياك؟ سير خلي الرقم تاتا ماشي مشكل 06-22-12-68-75 انت فين كاين غير هنا قريب تاتا؟ قريب هو قيسر قيسر الله يسخر نبينهم ليكم هذا هو الرباعي السداسيين ها هما تبارك الله ما شاء الله يلا خوت نمشي نعطيكم الحولي في الرادي تاع بعيد والجمله ان شاء الله الله يسخر موالين الله يجبدكم السلام عليكم سلام خير هاني خير مصلحة ثمن كتبوا فيه 50 كتبوا فيه 50 فرخي لي فحال ان شاء الله كل شيء هذا اللي بغى يربي اللي بغى فروق كيفاش داير زين كيفاش داير ديال الفروق مليح لك انا بلي 50 فرخ زين الله يسخر الله يجيب تيس اللي بغا يعيط الراسي تبارك الله كدير السنو حسن يلا كسر ناي واش اخويا عمرو حسن اش متبتين معاك نفس هذا بحنا شحال مشى؟ معنا ب 80 الف باش تبان باش نيينا مباراه هذا قال لك مشى ب 4000 درهم راه مطبوع طبعا طبعا تاع البيعيات هذا ما فهمتش هذا شحال هذا شطاو 70 باش نوخذ باش خاص باش خاص 3500 درهم 3500 درهم كل متنا يا حسن كل حسن الفنين غادي نحاول نزرم مع حسن خلي لهم الرقم باش نتبع هذه اللي خارجه 06 06 76 75 76 72 اللي بغا شي حول العيد مرحبا اللي بغا شي واحد بحال هذا راه مرحبا الله يسخر الله يسخر هاد السرعة وعثمان شحال بعتي؟ شحال عثمان؟ 3150 درهم الله يحفظك الله يحفظك لا زوينين قولي سنا الحليب سنا الحليب لا زين الله يسهل عليكم
63 باش مشاو الخوت. حاول يصير انا سير الله يسخر الله يسخر ماري الله يجيب نتيس تبارك الله عليك سعيد اخويا عبد الغالي ثاني اللي بغى العيون في الرواق تنبغي سنان الحليب سنان الحليب ثمن وهذا توا باش خالص 76 باش خالص ولا اللي باغي فيه اللي عاطينا هي 76 جوج هو الشيخ ديال باش خالص الله يسخر واحد اللي عنده وحدين اخرين هذو وصلنا الحين وصلنا الحين شحال غادي واحد ولا جوج اللي عنده الدبانه في ريميتيريا زيزي ولا هادو شاريين 76 جملة ولا 74 74 هاكا عاطيني 76 جملة جملة الله يسخرهم أربعة الله يسخر الجامع تبارك الله عليك يا حسن الله يسهل عليك الله يسهل ماشية واحد الماشية في السوق ديال الصاد جوج حوليات آخر ما يكون في المليح الثمن ديالو عطاهم 4250 درهم 85 85 درهم سنم كدير سنم وحده ثنيه وحده سنه الحليب وحده ثنيه وحده سنه الحليب شحال قاطع انت؟ قاطع 90 4500 اخر ما يكون في المليحه عباد الله سنة حوالي 70000 تفضل تفضل انتما كتسمعوا الخوف عاطينهم 85 42 ونص لا زينات الله يسالك وكذا السوق في القزاريه اليوم القزاريه شويه ما كاينش الشاري الشاري قليل الله يسالك الله يسالك يا خوت الله يجيب لي التيسي غادي اخوان باش كما قلت لكم سابقا غادي نمشيو باش نقلبوا على الفرادي غنزيدوا هادو الكبار بالجمله باش نقلبوا لكم على الفرادي الشري كاين بس على عبد العاطي أربعة وسبعين ثلاثة آلاف سبعمية خوسة غادي نمشيو نشوف لكم الخروف كما قلنا في الرادي صغير إن شاء الله الله يسخر الجميع تبارك الله عليكم أو معنا مازال الفيديو طويل هذا اخوان كيقول كيقول 57 تاع 2805 انت كي دايره باروده واش شحال سوق من الدرهم الله يسهل لك باروده 2850 الله يسخر سنة الحليب عاطينك شحال عاطينك 100 116 عاطينك 120 ها 120 اثنين وتسعمية اللي كيقول عاطين واحد شلة ثمانة خلص الله يسلمك الله يسلمك دابا هادو واش عطاوك منين؟ 21 21 سريعة زوينة كيف ما ساكت من ماشي ياك اسيدي هادو العيد تاع العام الجاي ان شاء الله يا مسلم من دابا العيد الجاي شحال تقريبا 21 شحال يطلع عليه في هذه الله داك الشيء في هذه الله ان شاء الله جاب العام زين مالو مش عارف يطلع يطلع زين يطلع فابور يطلع فابور كله فابور قال لك 21000
الله يسخر لك والله يسهل عليكم. نبينوك معانا ولا؟ وكي جاك السوق اليوم؟ زين الله يجعل البركة. الله يجعل البركة. زين زين. الله يسخر يا.